موسم عيد الأضحى السنة دي في الأفلام كان موسم متنوع جدا، كان فيه السسبانس والأكشن والكوميدي زي مثلا فيلم الكويسين، فيلم بني آدم، فيلم البدلة. احنا كان لينا لقاء مع الناقد الفني أندرو محسن هنعرف منه ايه رأيه في الأفلام الموجودة في السينمات الفترة دي. عندنا السنة دي موسم عيد الأضحى من أقوى المواسم اللي بتيجي في السينما، بقالنا فترة كبيرة ما شفناش موسم بالتنوع ده الحقيقة. عندنا أنواع مختلفة من الأفلام، عندنا نجوم كتير متواجدين في السينما. كنا قبل كده بنعتمد على وجود مثلا الكوميديا هي الأكتر أو الأكشن هو الأكتر، لكن احنا مش شايفين ده السنة دي، عندنا تنوع حقيقي. وأنا شايف أنه احنا كنا مفتقدين لده بقالنا فترة طويلة، لأنه السينما كانت أو المشاهد بينزل ما عندوش خيارات كتير، لكن ده السنة دي اتكسر بشكل كويس جدا. عندنا كوميديا مثلا في البدلة والكويس، عندنا في فيلم أكشن زي الديزل، عندنا في فيلم يعتبر جريمة وتشويق اللي هو فيلم تراب الماس، فعندنا تنوع، عندنا ويعتبر برضو فيلم بني آدم بيدور في نفس الإطار، وعندنا فيلمين يعتبروا يعني بيناقشوا أفكار اجتماعية زي سوق الجمعة و فيلم بيكيا. في ميزة في الموسم ده حكاية انه الايرادات فعلا يعني بقى في تنافس كبير قوي على المركز الاول. احنا يمكن السنتين اللي فاتوا ما كناش شايفين نزاع حقيقي على المركز الاول، بالذات السنة اللي فاتت وحتى موسم عيد الفطر اللي فات كان بيبقى عندنا فيلم متصدر اللي هو زي ما كان هروب اضطراري او الخلية او حرب كرموز، والافلام بعديه بتيجي في المركز الثاني بمسافة كبيرة جدا. بقالنا فترة كبيرة وده يدل على قوة الموسم بالمناسبة، انه ما شفناش هذا التنافس القوي على الايرادات في المركز الاول وفي الصدارة. ده أدى إلى أنه في وجود نزاع على مين المركز الأول، للأسف في غياب وجود جهة رسمية هي تصدر الإيرادات بشكل واضح، هيفضل هذا التنافس غير مفهوم مين صاحب الحقية فيه. كل فيلم بيجيب إيرادات أو بيجيب من مصادر مختلفة ان هو المركز الاول وان هو المتصدر. انا شايف انه اكيد اي حد هيبقى نفسه يكون رقم واحد في الايرادات، فمن كل طرف بينسب ده لنفسه يعني في نسبة انا قادر اتفهمها، لكن في طبعا حدة في التنافس على الموضوع بشكل يعني غير منطقي وغير مبرر شوي. في حاجتين بيميزوا يعني نقدر نتكلم عنهم في فيلم تامر حسني البدلة، لانه اولا جماهيرية تامر حسني لا يمكن تجاوزها باي حال. السنة اللي فاتت فيلم تصبح على خير الوحيد اللي كان كاسر حاجز ال 20 مليون في حوالي اكتر من 45 فيلم مصري اتعرضوا السنه اللي فاتت، كان عندنا الخليه وهروب اضطراري، دول اكتر افلام حققت ايرادات السنه اللي فاتت، وبعدهم مفيش غير تصبح على خير اللي كسر حاجز ال 20 مليون. فجماهيريه تامر حسني دايما موجوده وحاضره وبتزداد، فدي نقطة. النقطة الثانية وجود أكرم حسني بعد نجاح مميز لمسلسل وصية، وبقى فيه جمهور عايز يشوف أكرم حسني هيقدم إيه.